محدده اليوم نناقش التقسيم القضائي للعقار، كيف يتم هذا التقسيم، على أي أساس، ما هو دور الوسيط القضائي، وكيف تتم الوساطة بين الأطراف. أسئلة وأخرى نطرحها على محمد عدوري، وسيط قضائي معتمد، ميدياتور جوديسيير أغري. الوساطة القضائية إجراء أدرجه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية لـ 2009 هو إجراء من أجل تبسيط إجراءات القسمة القضائية بما يعود على المتقاضي بالفائدة من حيث اقتصاد الجهد والمال وخاصة الوقت. الوسيط القضائي لما يطرح النزاع أمام محكمة فالقاضي وفقا لنص المادة 994 ملزم بأن يعرض الوساطة على الخصوم. فوائد الوساطة القضائية، نفترض نرجع لما قبل إدراج الوساطة القضائية أو نرجع للحالة اللي يرفض فيها الخصوم الوساطة القضائية ونقارن النتائج. الوساطة القضائية ميدان واسع خاضع اليوم للاجتهادات القضاة والوسطاء. الوساطة القضائية بالطريقة اللي هي تسير بها والله نقدر نختصرها في 15 يوم.